بنينا النهضة الكبرى بلادا نملأ التاريخ مجدا وانتصارا نبذل الروح بدنا من ديارا فلنردد كلنا سوف نحمي الاتحاد سوف نحمي الاتحاد سوف نحمي الاتحاد سوف نحمي الاتحاد شعبنا لبى النداء للمعالي والفداء شعبنا لن يرتضي غير الصدارة والعلا نشأنا فيك أحرارا كراما واتخذنا الحق للنصر رماما وزرعنا الأرض أمنا وسلاما نملأ التاريخ مجدا وانتصارا نبذل الروح بدنا من ديارا فلنردد كلنا سوف نحمي الاتحاد سوف نحمي لولا الثقافة والشعر والقصيدة ما ناهت الورقة على نايف العود ولا دخلت صوت الموسيقى الجديدة ولا صوت المطرب على نغمة العود ولا خط حبر في الصحف والجريدة ولا عاش مغرم في هو سيد الخود الشعر له معنى وصوف عديدة وليطاب هاجوثة وكنا في الوجود الشعر له معنى وصوف عديدة ليطاب هاجوسه وكنا في الوجود الأيام حلوة والليالي سعيدة والجو خالي من مواشين وحسود لي قال شاعر قال والبيت عيده واللي يقول الصدق ما يبغي مشهود يوم المجالس عامره بالنشيدة يوم المجالس عامره بالنشيدة ودلال بن وجلسه ومدخن العود في كل زمان يصادف أيام عيدة يشهد له التاريخ في الصحف موجود الشعر حكمة والمواهب جديدة ما هو بكل يبدأ الشعر ويجود ما يتبع الدرب إلا واحد يحيده ولي ما يعرف الدرب يغوى في الحدود ما يتبع الدرب إلا واحد يحيده ولي ما يعرف الدرب يغوى
في الحدود ضيع دليله والمسافة بعيدة والله يعلم في غيابه متى يعود. وما هو بكل الشعر يسمع قصيدة، ما هو بكل الشعر يسمع قصيدة، وله بكل العطر يسمع. يقولون اللي ما يعرف الصقر يشويه، ترى كل شيء ناجح له قصة بداية والتميز ما يم فراغ، وكذي بدينا. الو الو مستر حامد، كيف اتفاهم معاه الحين؟ الو يس مستر جيمس، ذا تندر اوفر ويل بي ريدي تومورو، وود يو لايك مي تو جو فور ات؟ نو مي نوت جو، اكسكيوز مي اي نوت جو تومورو بيزي. اي سيد مي نوت يو. رؤيتنا من البدايه ان لا نقلد حد ولا نشبه حد. هي مينز ذات هيز لوكينج فور ا بيتر اكسبيرينس اند ا مور بروميسينج فيوتشر، رايت حمد؟ يس حمد، اعتقد انك لازم تحسن مستواك في المحادثه عشان تحصل وظيفه، وانصحك باي انجلش. وبعدين جلسنا وفكرنا وطورنا، واخيرا وليس اخرا ابدعنا. طمنيني حصه، وين وصلت البروفيس حق المبيعات؟ وصلت للبيك وبعدها في صعود. واسال جيمس بعد. جيمس، what's your perception about our expected sales in the third quarter considering the global crisis? Well, we're on the recovering stage. Cool English, company English, working English. I English، قصة نجاح واسم يدل على اختصاص. معهد I English، رواد بتعليم اللغة الإنجليزية. هاتف 04-28-33-981. انتهى فصل الصيف وحان الوقت لتغيير مظهر منزلك. ابدأ الموسم الجديد مع تصاميم جديدة من رويال للمفروشات. عبير تنتظركم في برنامج على الطريق لتخبروها عن أي قادم جديد في عائلتكم أو لدى أحد معارفكم. شاركونا فرحتكم بالمولود الجديد لفرصة الفوز بقسيمة بقيمة 500 درهم من رويال للمفروشات والحصول على مظهر جديد لمنزلكم مع تشكيلة الموسم الجديد طيلة هذا الأسبوع على راديو الرابعة. أحب سيارتي رينو داستر المذهلة بقيمتها، سعة 2 لتر 135 حصاناً وناقل أوتوماتيكي بسعر خيالي وأعلى جودة ب 49900 درهم تصبح لك. تفضل بزيارة العربية للسيارات أو اطلب 8 رينو حتى 30 من سبتمبر واحصل على خدمة صيانة لسنتين أو 40000 كيلومتر مجاناً. اختر جودة رينو. والناس برعاية كلية الحاسوب، الخيار الأفضل لمستقبل واعد. برنامج من الآخر حصريا على شاشة دي أم تي في في سبتمبر. رويال للمفروشات، أنت تصمم ونحن ننفذ. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام من خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة. من عجمان نتواصل معكم، يا أهلا وسهلا فيكم. وشوف إن شاء الله سمعت هذا ما لا 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 ولا خلا مرة ثانية بقول لك إياها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما خليتني أقول لك، خدت اتصال شو سيبك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا براشد، شو حالك بوي؟ الله يطول لي عمرك ويبجيك. الحمد لله. براشد ابراهيم، ابو ابراهيم ياك. حياك الله يا ابو ابراهيم. سماك. والنعم. سويتك تليفون انا قبل اسبوع لو تذكرني. ابو ابراهيم. ايه. اتذكرك، شو قبل اتذكرك وهال الله يسلمك. ايه طال عمرك، طلبت عنك مساعدة، قلت لك انا ما اول كنت اسيل البحر. نعم. الحين ما نظر راح عني. نعم. ما اسيل البحر. فالك طيب خالي ان شاء الله. الله يطول عمرك يا عمي. إن شاء الله. الله يطول عمرك يا عمي. إن شاء الله. فالك طيب. الله يطول عمرك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. إن شاء الله. فالك طيب. حاضرين. زين. معنا. إن شاء الله. نقرأ لك رسائل ونقرأ لك رسائل. لا تزعل. يقول لا تهمل رسائل وقرأ. هذا يقول هني 8 سنوات وأقل. شو
والله يا طويل العمر صاحب الرقم 6767 وجهة نظرك في محلها، كلامك سليم 100%. يقول لك أبوي ها أستاذ أحمد يبغي الرقم، هذا الرقم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. عليكم السلام. عليكم كيف حال ابو راشد؟ الله يطول عمرك ابوي. الله يخليك ويسلمك، كيفكم طيبين؟ الله يعزك، الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. والله احنا تمنينا يعني كل حلقه قبل انتهاء تسمعونا شيء من طال عمرك المرحوم الشيخ زايد. فالك طيب ان شاء الله. الله يسلمك. وبغينا هم نهدي قصيده بخصوص الموضوع. تفضل. الله يسلمك. نقول احلى وتحلى داركم بين الاوطان يا دار زايد، لخلها وللغير توطين، الكل زايد يقصدك حاكم وعنوان، نشهد انك فارس كل الميادين، وعنوان اسمك الفقيد بين الخلق بان، لكن دونك كل الاسماء تلوين، حاكم حكيم وبين الاثنين انسان، في وقتنا قلت رعاية المساكين، ترحل وتبقى حاضرا كل الازمان، ربي عطاك الخير وحب الملايين، فيك الامارات جمعت والكل اخوان، ومن فعلكم حاره امم، وكل السلاطين يرعاك ربي ومسكنك فوق الاجنان، وما مات من خلف رجال مزايين في عهدكم ساروا، والوطن زان، وما احلى اسمك يا الوطن فوق العناوين، وما احلى اسمك يا الوطن فوق العناوين. تسلم. صح لسانك. منو الشاعر عاد؟ اخوك خالد العامري. طال عمرك. والنعم والنعم يا العامري، والنعم. الله يجزيك خير. مشكور يا سيدي. الله يجزيك خير. مشكور حياك الله. صح لسانك. حياك الله، يا اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو. ليه خالي؟ نقول لك يا طويل العمر فالك طيب، يا طويل العمر فالك طيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. صوت الرادة وشوي لو تكرمت. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. صوت الرادة ولو تكرمتي معليش، أو التلفزيون. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي شوية عندي استفسار شوية. أيوة إن شاء الله يكون عندنا جواب لهذا الاستفسار. تفضل يا دكتور. أول أنا حرمة. نعم. وما أشتغل. نعم. الله ينعم عليك. عندي سيارة مأخذتها 307 الحين جديدة. 307 307,000. نعم. شو من السيارات؟ ستيشن. ها؟ ستيشن. ها لاند كروزر ستيشن. نعم. زين. هاي عند الفطيم ولا وين ما أخذت لنا؟ هي من الفطيم. هاي دعاية للفطيم مجاني. زين. زين. الدراويل يبى راتب 2500. كنسلت الدراويل. كنسلت الدراويل. كنسلت الدراويل. زين. أنا ما بشتغل. دخل ما عندي، لا عندي رخص، لا عندي أي شيء. أي وين تخذتي السيارة؟ خذها والدي السلف وخذها حقي. ولا تسلف مسكين، والله جزاه الله خير بعد. نعم. الحمد لله يوم عندك ولا كذا بعد. زين. أي أنا مريضة، أسير مستشفى دبي، مستشفى راشد، توام. بس أرجو من عندكم، أنا ما أشتغل يعني، أرجو من عندكم أن السالك أرملة، السالك أنا برا دبي. رايحة جاية، السالك ميودني. والله العظيم أنا الدراول كنسلته من طرف السالك. نعم. الله ينعم عليك. والمرأة لو أشتغل مو مشكلة، السالك لا عطيت حق بلادي مو مشكلة، فأنا ما أشتغل. نعم. أنا حرمة أرملة ما أشتغل، على الله وعلى الشؤونة. نعم. البشكرة تأخذ 800، الدراول يريد 2500، كنسلت الدراول.
تمت البشكارة عندي مو مشكلة. ما ترومي تكنسلي البشكارات صعب. لا ما أكنسل هالبشكارة بعد ما أقدر. إنزين أرجو من عندكم مساعدة السالك من الأرملة اللي ما تشتغل تعفونا عنها. أنا رايح برد بي وياي من برد بي رايح البناتي الورقة وياي من وايد يعني السالك تعبنا وايد يعني. أنا الحين مجدة الملكية مال السيارة صدقني كم خسرت حق السالك. نعم. من طرف الدريول. نعم. كنسلته ومشيته وهو السبب الخسارة السالك. أنا ما عندي أي شيء لا رخصة لا أي شيء واستفيد من عدها على الله على الشؤونة الله يطول عمر الشيخ خليفة. آمين. ما عندي أي شيء يعني دخل. نعم. والسالك يعني وايد 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 يعني مخسرني. أنا مريضة بالليل مدينة مستشفى دبي الصبح مرجعيني بناتي بالشهر الله أقدر أروح لهم مرة عيالي ما أقدر بسير لهم وين ما بسير وسالك وين ما بسير سالك. نعم. وايد يعني حقي أنا أرملة ما بشتغل وايد سالك علي. وأرجو من عندكم أن المرأة ما تشتغل لا أشتغل على عيني وراسي لو ساعدت بلادي وعطيت بلادي ما مشكلة علي لكن أنا ما أشتغل ما أشتغل وايد يعني صعب علي السالك والله يا طويلة العمر. هذا يعني وايد يعني الطالبين أن الهيئة الطرق والمواصلات أن الأرامل ما يأخذون على ليه ما يشتغلن. نعم. الأرملة ليه ما تشتغل وليه تأخذ شؤون اجتماعية ياخذون ما ياخذون على سالك يعطونا بطاقه. أيوة. مرور بدون فلوس يعني. اي والله هذا المفروض يا اخوي امه ذبحاني بالسالك والله ذبحاني بالسالك يعني انا رايحه وياي سالك رايحه وياي سالك ما يستوي. احنا برد بي وايد سالك يعني مو شرى الديره برد بي وايد سالك يعني. ارجو من عندكم مساعده من الاخوان اللي سمعونا ان المراه الارمله بيشلون عنها السالك ما تشتغل. نعم. تشتغل مو مشكله والله. هذا الان انت الرساله هذه نحن نوجهها الى سعاده مطر بن محمد الطاير رئيس هيئه الطرق والمواصلات. ريال خير وريال طيب وريال وللنعم يعني والسبع تنعم. ان شاء الله ان شاء الله اذا مقترحك يعني ما يقصرون والحاكم بعد حاكم الإمارة الشيخ محمد جزاه الله خير بعد ريال كريم وما يقصر وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يسمعون رسالتك والله يا أخوي لو نشتغل على عيننا وراسنا. نعم. مهم نستعلم يسلم راسك. لا إحنا ما نشتغل. نعم. ما نشتغل. أنت شوف الواحد ما يشتغل هو ياخذ شؤونه هالشؤون الدراول خلاص قلت خليه برايه. لكن البشكارة ما أقدر ما تقدرين يعني. تستغرين البشكارة صعب ما عندي دخل يعني رخصة لحطيت. نعم. رخصة شؤونه ما يعطونا. نعم. ما عندنا دخل. نعم. بس أرجو من عندكم يسمعونا والله رسالتك على الهواء إن شاء الله وبنبلغ إن شاء الله مطر الطاير بعد إذا ما سمعش ما حد خبره بنبلغ الله يطول عمرك أمي. الله يطول عمرك. الله يعافيك وما تشوفين شر إن شاء الله يا رب. الله يخليك. الله يخليك. قولي الحمد لله إنه عندك ولد بار مثل ولدك اشترى لك سيارة على حسابها أقساط. قل لي يما سيارة أنا حطيت. والله أنا هذا أحترم الولد هذا ولدك على رأسي. والله الله يبارك لك إن شاء الله ويكثر الناس اللي من أمثاله. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. الله يخليك. الله يخليك. مع السلامة. والله يجزاه الله خير. الله يجزي خير في ناس وشباب الله ما لا تبين يضغطون على أهلهم إنهم يسلفون لهم يأخذون لهم سيارة هو بالعكس ماخذ متسلف وماخذ حقهم ما سيارة. والله الله الله يطرح فيه البركة إن شاء الله يا رب العالمين وبيشوف إن شاء الله في عياله بعد إن شاء الله عياله بيعاملون نفس المعاملة. شو اسم مدرستك أبوي؟ ها؟ أنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام كيف حالك أبو راشد؟ أستاذتي العزيزة كيف حالك؟ إن شاء الله تمام. أشكركم كثير والله على هالبرنامج هذا وعلى المعونة اللي بتمدوها للناس. أستاذتي العزيزة أول شيء أنا ألو اسمك الكريم الله يطول عمرك. أنا اسمي أم محمد من أبو ظبي. أم محمد من أبو ظبي. أيوة. في عندي مشكلة مدرسة الله يجزيكم ألف خير. نعم. أنا كان ولادي الاثنين بنتي وولدي بنتي في الصف التاسع والولد في الصف السابع. نعم. فجأة زوجي في مدرسة خاصة كانوا. نعم. فجأة زوجي تفنش من الدوام في شهر 12 2012. نعم. الفترة هذه احنا توقفت كل عنا يعني ان ندفع للمدرسة لانه فعل الديون بالبنك ومستحقاته اللي نزلت على البنك اخذها البنك كلها. فاحنا ما عرفناش من وين ندفع القسط الاخير للمدرسة. الحين في علينا القسط الاخير للمدرسة نتاع السنة اللي فاتت تقريبا 17000.
الأولاد نجحوا الحمد لله في المدرسة، بس السنة هذه عشان أجدد التسجيل رفضوا المدرسة يرجعوا لي أولادي لغاية ما أدفع القسط تاع السنة اللي فاتت اللي هو 17,000، وبدفع القسط الأول عشان أسجلهم هالسنة. الحين البنت هي تخطبت الحمد لله، يعني ما عندهاش مشكلة، ممكن يعني ترجع تدرس مرة ثانية بعد فترة، مش مشكلة، البنت هي تزوجت. لكن الولد عندي في الصف السابع قاعد في البيت، ما عرفش كيف أدخله، ما عرفت، اتجهت لكل الناس عشان يساعدوني عشان ألقى أي حل، حتى للمدرسة حتى للمديرة، فكله جاني رفض رفض رفض، كل الأبواب تسكرت في وجهي. والمدرسة والمديرة وهذا صعب شوي، ما يقدرون، صعب ما قدروا يدخلوني المدرسة، وهذا ما يقدرون، لأن تعرفين كم عليه هو يا طويلة العمر، عليه السنة اللي فاتت هما الاثنين البنت والولد عشان أطلع لهم الشهادات تاع السنة اللي فاتت 17,000 عشان أدفع، والسنة هذه الولد عليه 14,000 كتجديد يعني للتسجيل السنة هذه. فالله يخليكم، إذا في ناس والله يعني شوفي إذا في إمكانية إن شاء الله فالك طيب يتصروا لك إن شاء الله. الله يخليكم ويبارك، الولد قاعد لي في البيت والله. إذا في إمكانية إن شاء الله فالك طيب إن شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. أيضا نحن نتقدم بالشكر الجزيل إلى منو أسمى، لا الناظر منو أسمى، الأستاذة نعمة محمود مديرة مدرسة عجمان الخاصة، الله حق يعني الله يجزيها خير وكثر الناس اللي من أمثاله يا رب العالمين، اللي من أمثاله يعني على العمل المجهود اللي تبذله صراحة لمساعدة الناس. سنتحدث عن فئة اللي هم الأيتام طبعا، جزاه الله خير أخونا الأستاذ عمر بن حيدر عيسى، عمر بن حيدر الله يجزيه خير، أبو عمر الريال يعني كان عنده مبلغ من المال جزاه الله خير، فقال هذا المبلغ أبغي يعطيه الناس يعني يكون رسوم عن الناس اللي هم الأيتام اللي يدرسون في مدارس خاصة. طبعا بحكم معرفتنا نحن بالإخوان في مدرسة عجمان الخاصة 40 يتيم في هذه المدرسة، عندهم 40 يتيم يدرسون في مدرسة عجمان الخاصة، والله حق الناظرة أبلة نعمة هاي تعاملهم مثل عياله جزاه الله خير، يعني كأنهم أبناء تعاملهم. فالسار المهم اللي يدفع بعض المبالغ المترتبة على هاي الأيتام، بعضهم ما حد كافل لنا وكذي ما حد يدفع لهم رسوم دراسة، فجزاه الله خير بن حيدر وعمر يعني سار اللي يدفع. كم طلع ناقص عنك؟ حوالي 30,000. المهم دفع المبلغ اللي كان عندي وبقى 30,000. تخيل لو انت مدرسة خاصة، الأستاذة نعمة شو قالت لي؟ قالت لأبوي الله يجيكم خير، والثلاثين ألف اللي باجات اعتبروها وصلت خلاص. شوف لين هالدرجة يعني، الله يجيها خير وكثر الناس اللي من أمثال إن شاء الله. مدرسة عجمان الخاصة 30,000 درهم، قالت لها 30,000 درهم تعتبر من عندنا الحين حق الأيتام، الله يجزيهم خير. مشكورة يا أستاذ نعمة وجزاك الله خير، ونشكر أخونا بعد عيسى بن حيدر أبو عمر الله يجزيك خير، ما قصرت في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب العالمين. شو عندك خالي بعد فاصل؟ نتواصل بعد هذا الفاصل. اسمعنا بس 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 راديو الرابعة، اكتشف روائع ماليزيا معدناتها، اختر من بين عروض المدن والجزر المدهشة واجعل العيد مناسبة لا تنسى. للتفاصيل تفضل بزيارة أحد مكاتب دناتا أو تفضل بزيارة dinatatravel.com. دناتا، نحن نحب السفر. هلا سعيد، مبروك التخريج من الثانوية العامة. الله يبارك فيك، بس يا أخوي محتار أقدم في جامعة وخايف مستواي في الإنجليزي ما يساعدني. زين، مالك إلا كلية الحاسوب، متخصصين بتأهيل توفل والآيلتس، وأنا جربتهم بعد. صدقك يا أحمد، أنا سمعت عنهم، بس شو اللي يميزهم عن غيرهم؟ عندهم أكفاء المدرسين اللي لغتهم الأم هي الإنجليزية، وعندهم خبرات تزيد عن 10 سنوات في تدريس توفل والآيلتس، غير قاعاتهم الذكية وأوقاتهم المرنة، يعني تقدر تختار الوقت اللي يناسبك لأن دوراتهم صباحية ومسائية. كلية الحاسوب، الخيار الأفضل لمستقبل واعد. 0422 6880. هل لديك حب المغامرة؟ هل تملك حب الاكتشاف وتعشق السفر إلى أماكن جديدة؟
إذن فأنت من نبحث عنه. ببساطة أرسل لنا بتغريدة على تويتر @1078 مستخدما هاشتاك #cleartripper وأخبرنا فيها عن إحدى رحلاتك الرائعة التي قمت بها وقد تفوز برحلة إلى سنغافورة. كونوا مع نور ورامي صباحا ومع كل من عبير وعمر مساء لتحجزوا مقعدكم في هذه الرحلة المذهلة إلى المدينة الأكثر حيوية في آسيا مع cleartrip.ee. وجهتكم المثالية للحصول على أفضل العروض على تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق. انضم إلى عشاق السفر وانطلق إلى سنغافورة مع هيئة السياحة السنغافورية، فنادق كابيلا سنغافور، الخطوط الجوية القطرية وراديو الرابعة. راديو الرابعة. كافئ نفسك مع BMW الفئة الخامسة، سيارة الصالون المثالية لرجال الأعمال التي تجمع الابتكار والديناميكية الأنيقة بعرض استثنائي. فتشكيلتها الكاملة من الطرازات لعام 2013 متاحة الآن لدى AGMC بتأمين مجاني للسنة الأولى وتسجيل مجاني وعرض خدمة وصيانة BMW لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر. لتجريب قيادتها اتصل بAGMC اليوم على الرقم 0433915555. تطبق الشروط والأحكام. يا دكتور الحرمة ما أدري شو فيها. الفرع كبير وأثاث روعة وتشكيلات جديدة، فيها الكلاسيكي وفيها المودرن والحفر وكل لوازم البيت. يا دكتور وديت الحرمة مفروشات 2XL في فرعها الجديد في المارينا مول بوظبي، وهذه حالتها من ذاك اليوم. عروض لا تصدق في 2XL في الفرع الجديد بالمارينا مول في أبوظبي، تنزيلات على جميع المعروضات تصل إلى 75%. زورونا الآن للمعلومات. 800 2XL. إنها فرصتكم للقاء أسطورة نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم النجم أندرو كول للقائه والحصول على توقيعه إضافة إلى جوائز قيمة. كونوا على الموعد يوم 18 من سبتمبر في دبي مول آيس رينك من 4:30 وحتى 7 مساء. اسمعنا بس. راديو الرابعة. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم ويا أهلا وسهلا فيكم، ونتواصل أيضا مع اتصالاتكم الهاتفية فيما تبقى من وقت البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى يا أهلا وسهلا. كيف حالك وراشد؟ الله يطول لي عمرك. يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك من كل شر. طول لي عمرك وحمد لله على السلامة. الله يسلم غاليك. والله يخلي لك عيالك إن شاء الله ويحفظ لك إياهم. الله يسلمك ويخليك. الله يسلمك. أنا أبو راشد أريد أشكي لك في قلبي صراحة. أنا حرمة مطلقة صار 6 سنوات. أنا عيالي جالسين في البيت لا يدرسون ولا يروح مكان، مكانتي كلش كلش ما تسمح. وأنت ما قصرت وياك جزاك الله ألف خير في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب. الله يخليك إن شاء الله. لا بلاش ما أنا بس أنا لأبا بس يسمعوني بس يدخلون عيالي مدرسة
وارتاح. والله نحن راقدة في المستشفى يا عفوا ما طويلة العمر طويلة العمر. ليش ما تودينا مدارس حكومية؟ براشد عندهم جزيرة القمر. ها والله ما مواطنين. لا 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 أنا بحرينية وهم عندهم جوازات الخمر. يا براشد حالتي حالة تعبان ونحن مرقدة في المستشفى. دمي نازل تحت حاطي لي غرش الدم. والله يا براشد عيالي قاعدين في البيت ويعبرون قلبي. والله يا براشد تعبانة. لو تقدروا الحد يساعدني. يسوي لي شيء. بس كم عليهم مال مدرسة كم؟ هم عليهم 10,000 وغير الدخول مالهم. كم يستوي؟ كله كم يستوي؟ هو مال السنة الجديدة عليهم 25,000 يا براشد. ولازم أدفع مال 10 مال قبل. وياسي في البيت يا براشد. يعني المبلغ اللي عليهم كله 35 لازم يدفعونه الحين ولا لازم كم يدفعونه الحين؟ لا إذا الحين لازم يدفعون أول شيء الحين يدفعون 15,000 دخولهم. أول شيء 10,000 اللي عليهم و 5,000 دخول على كل واحد. والسنة الجاية براشد والله براشد إن الجمعية قاعدة أقول أروح مكان 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 كله يقولوا لي صبري صبري. والله تعبان يا براشد والله العظيم تعبان. وعيالي والله يكسروا خاطري والله العظيم. وعندي وحدة معوقة عندي في البيت. عندي وحدة معوقة ما تقدر تبلع ما تقدر. يا الله يا الله شوي شوي. وهذه حساب الحكومة يودونها ودينها مال دار مبكر. الله يطول عمر الشيخ. أنا بس أبغى أدخل عيالي حتى لو مدرسة حكومية. اليوم أنا مديت يدي باكر أمد يدي عند منو؟ والله أبشري بالخير. والله براش تعبانة والله العظيم. والله أنا بس حد يسمعني ويساعدني بس أدخل عيالي. بس أنا خليني أنا يا براشد خلاص كبر نفسه. لكن بس العيال شو ذنبهم؟ والله كل يوم يقعدون عند الباب يشوفوني يقول هالباص هاي باصنا وهذا باصنا. وأنا الحين راقدة في المستشفى براشد. البارحة تعبت ويابوني المستشفى. ما أعرف شو أسوي براشد. والله ما عندي غير الله ثم هذه الأهل الخير يساعدون. فالج طيب زين 15,000 موجودة. مشكور يساك الله في خير في ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يطول عمرك حبيبي. الله يسلمك إن شاء الله. المهم عيالك البنت قلتي لي الثاني بلاها وحدة معاقة عندي. زين هي. هاي شو محشو احتياجاتها بعد؟ هاي احتياجاتها أنا صراحة أنا أقول لك ظروفي وايد صعبة. ما اشتريت له ولا شيء حتى ليه ما داومت. لا ملابس حق المدرسه لا جوتي لا ولا شيء. والله حتى عيالي زي ما فالج طيب اي شيء تبغين ملابس فالج طيب من عيوني فالج يعني طيب. انا والله العظيم براشد والله العظيم انا لو شفتي تعال شوف حاله البيت. ما في شيء في البيت خير شر. والله العظيم انه ما في شيء. تعبانه يا لا لا انا عرفتك عارف ظروفك. الله 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 يساعدك ويساعد الناس اللي منك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يساعدك ويساعد الناس. انا عرفتك الان. الله يساعدك ويساعد الناس. جزاك الله الف خير. جزاك الله الف خير في ميزان. زين بنتك اللي قلتي لي هاي معاقه وين تدرس؟ هاي تدرس الداخل مبكر في الشارجه. هاي مجانا هذا على حساب الحكومه. الله يطول عمر الشيخ السلطان القاسم ما يقصر. مو مقصر هاي ما ثيابه واي شيء تبينه. لا فالج طيب ان شاء الله. اي مستلزمات تبينه. لا هاي البنت المعاقه فالج طيب. بس انا ما ابغى شيء. انا اقول والله العظيم ما ابغى ولا شيء. بس ابغى ادخل عيالي المدرسه ابي اشوفهم يروح المدرسه. لا ان شاء الله ان شاء الله بيشيرون خلاص والله بيرتاح ان شاء الله. من امر يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاحد بينتظمون في دراستهم ان شاء الله. اول بنت هذه بتاخذي لها بعد احتياجاتها وبس ان شاء الله نادي الخير. والله هذه بنتي عمرها 6 سنوات واصغر واحدة عمرها عندي 5 سنوات وعندي بنتي اسمها ميسان عمرها بعد 8 سنوات. والله عندي راشد شو اسوي؟ والله العظيم حالتي حاله. والله العظيم طويلة العمر دام حالة. الله الله معلش معلش اللي صار صار الان ما بتحد واحد. شو اسوي براشد؟ انا صار لي 6 سنوات مطلقة لا اقدر اروح مكان. يلا الجمعيات كلها اطيح تعبانة. فالج طيب خلاص فالج مشكور. لا 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 في ميزان حسناتك ان شاء الله. في ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يطول عمرك يخلي لك عيالك يحفظ لك اياهم يا رب يا رب. الله يخلي لك الوالد يا رب. الله يسلمك. الله يسلمك. مشكور مالك جزاك الله خير. مع السلامه. هذه الاجباري 35 مشين انا عرفتها هذه الحرمه يعني بالفعل بالفعل. اول شيء الله يعني عافيها. اول شيء مريضه. المشكله ابتدت ان هي تزوجت واحد بدون تزوجت واحد بدون على اساس ان يعني ويابت العيال وهذا وكذي وطلقها. صارت مسكينة وتلعوزت وذا بس جزاهم الله خير بعد تلعوزت يعني وذاقت الأمرين.
يعني عياله شو بتسيب بتعقم بعد ما ترمزوا بعدين مشكلة لا وما عنده حد ما عنده حد سارة البحرين قالت ما عندي حد في البحرين وين أسي البحرين هي وعياله وين بتسير قالت على الأقل ناكل واشرب وين بسير هناك مسكينة فصارت مسكينة وبعد وركضت وما خلت حد مسكين لين ما طلعت لهم جزء القمر يوم طلعت لهم جزء القمر لأن مسكينة تواجهها مشكلة المدارس الله 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 يعين إن شاء الله ويعين الناس اللي مشكلة الله يعين إن شاء الله يا ربي الله يعين زين جزاك الله خير نشكر أيضا إحنا إيه جزاك الله خير نشكر أخونا بعد بو عمر إذا الله خير عيسى بن حيدر يعني رجل الله حقه في يعني ريال اتصل لي بس ما بعد ما بيزعل إذا ذكرت اسمي أقول له الله يجزيك خير إن شاء الله ويبارك لك في عيالك إن شاء الله يا رب العالمين وما يريهم مكروه إن شاء الله يا رب العالمين وتفرح فيهم يا رب العالمين وفي عيالهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألو ألو أهلا السلام عليكم يا هلا وسهلا براشد شعالك الله يطول عمرك براشد أبي أقدم شكوى على مدرسة شكوى على مدرسة الشكوى في وزارة التربية والتعليم ملاحظة عندنا يعني في المنطقة التعليمية تقدم لا لأنهم مغلين على الطلاب الأكل أي شو اسم المدرسة خالي اسم مدرسة مصعب بن عمير مصعب في وين عجمان مصعب منامة في المنامة أيوة مغلين الأكل أيوة فالك طيب حاضري وبقدم شكوى ثانية على شبكة دو بعد على دو انا طالبين شبكه من زمان ما سووها ما عاد كمان تغطيه يعني ما عندنا تغطيه فالك طيب بوصل رسالتك ان شاء الله فالك طيب منطقه الحنيه منطقه الحنيه فالك طيب يا سيدي طيب على الفجيره حاضرين يا سيدي يلا مع السلامه الله يطول عمرك خليك اتصل مدرسه مصعب بن عمير انا اطلب سندويتش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماشي حشرة. قبل تعطيني اتصالات الوقت خلاص سلام. لا لا تخليها بعدين لأن خليتها بعدين مصعب بن عمير بيبرد سندويتش خلنا ناكل سندويتش وحار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. عليكم السلام ورحمة الله يا هلا وسهلا الله يخليك الله يطول عمرك الله يبارك فيك وفيك إن شاء الله بس داك أقول جزاك الله خير الله يطول عمرك يا سيدي أي والله يعني هاللي ساعدونا البركة فيك أنت الله يسلمك خليك يا طويل عمرك أي والله يحفظك العيال الله يعزك مشكور حبيبي مشكور أبو الله يبارك جزاك الله يجزيك خير والله وهذا اللي أرتجي ارتجي من الله سبحانه وتعالى الدعاء بس يعني ما ابد يعني هاي كم يسوى يوم الواحد يدعي لك هاي روحها يعني ما تنحصل بفلوس والواحد يحصلها بلاش اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله الله يجزيكم خير ويكثر الناس اللي من امثالكم ان شاء الله يا رب العالمين وما يحرمني منكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الو الو السلام عليكم السلام عليكم يا هلا وسهلا كيف حالك اخوي براشد الله يعزك الله يطول عمرك يا اخي والله انا عندي شغلة إنسانية يا أبو راشد جمال واطلي صوت الرادة والتلفزيون الله يطول عمرك خليك الله يطول عمرك يا حبيبي أنا والله عندي صبيان اثنين ما دوم عليهم متأخرات 10,000 ويعني والله ظرفي صعب حيل والمدرسة ما بطاعة الدوم هم اللي أدفع المتأخرات والله يا طول وقضي أبو المقدم إذا في مجال فارق طيب الله يطول عمرك والله إيه لا تقول وعدني لا تقول وعدني إذا تيسرت الأمور فارق طيب كلك بركة يا أبو خالد أنت أبو راشد أنا عارفك زين نويت الطيب على ما قال الشغلة الطيبة تسويها الله يعزك الله يعزك أقوتنا فيك طيبة كثيرة إن شاء الله الله يعزك الله يعزك الله يطول عمرك كلك بركة حياك الله أبوي جزاك الله خير حياك الله يا هلا وسهلا السلام عليكم اتصلت فيهم أبوي مستلمات ما عندهم الله باسمه تخلي باكر ايه باكر ويا يعقوب خليه يتصل الله باسمه ذكرتني باكر ذكرتني باكر الخميس ما دام قلت لي باكر الخميس بقول لك الله باسمه هذه لشباب أربعة سووا شركة وبيبيعون دياي زين شركتهم عدة طوابق
مكتوب له افطى برا وكذي وهذا. يا واحد قال لهم ابا دياي لو سمحت، قال له حي ولا ميت؟ قال له حي. قال له سر الدور لي فوق، سار الدور لي فوق. قال له ابا دياي حي؟ قال له حي مذبوح ولا تاخذ شيء؟ قال له ابا دياي مذبوح. قال له سر الدور لي فوق، سار الدور لي فوق. قال السلام عليكم، ابا دياي حي ومذبوح. قال له مقطع ولا ما مقطع؟ قال له مقطع. قال له سر الدور لي فوق، كان يصير الدور لي فوق. سلام عليكم، عليكم السلام. قال له ابا دياي حي ومذبوح ومقطع. قال له شو رايك في النظام عندنا الحين؟ قال له النظام وايد جيد. قال له بس حبينا نعرف النظام لان الحين ما نبيع دياي. شكرا لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام، ونلقاكم ان شاء الله يوم الاحد القادم باكر بيكون وياكم ان شاء الله استاذنا اخونا يعقوب يوسف العوض ان شاء الله، وبيكمل المشوار وياكم ان شاء الله، ونحن نلقاكم اذا الله احيانا يوم الاحد. شكرا لكم، دمتم بخير وصحه وسلامه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.